السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولكم بكم في 12 easy way to learn سوره البقره verse number 32 34 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال أسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا وكان من الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك. قالوا سبحانك. قالوا سبحانك. قالوا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت إنك أنت إنك, أنتل إنك أنتل عليم الحكيم عليم الحكيم عليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال يا ادم انبئهم قال يا ادم انبئهم قال يا ادم انبئهم باسمائهم 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 قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما أنبأهم فلما أنبأهم فلما أنبأهم بأسماء بأسمائهم، بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، قال. أقول لكم إني أعلم أقول لكم, أعلم. أقول لكم إني أعلم. أقول لكم إني أعلم. قال ألم أقول لكم إني؟ أعلم غيب السماوات والأرض غيب السماوات والأرض غيب السماوات والأرض قال ألم نقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسماء فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السماوات والأرض، غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوه لآدم فسجدوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ, إلا إبليس وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر أبى واستكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين وكان من الكافرين وكان من الكافرين أبا واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم, فلما أنبأهم بأسمائهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.